دكتور أدري، عاوز أعرف الرحلة اللي قطعتها الدولة المصرية في تعاملها مع التهاب الكبد الوبائي المرض منذ سنوات، يعني هل اهتمام الدولة بدأ من 4 سنين بس ولا لا في تاريخ سابق؟ هو بداية التعرف على المشكلة ووضعها في حجمها كان ممكن نرجع لسنة 2006 عندما صدر قرار بإنشاء ما يسمى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. اللجنة القومية عندما أنشئت في سنة 2006 بعد عدة أشهر وضعت أول خطة استراتيجية لمكافحة هذا الوباء. وطبعا احنا فيروس سي كان بيعتبر الكابوس المخيف للمصريين سواء مرضى او اطباء. في من 2007 ل 2014 كان الايقاع بتاع علاج المرضى كان بطيء شويه لان كان المتاح في ذلك الوقت العلاج بابر الانترفيرون. في الفتره من 2007 ل 2014 الدوله المصريه عالجت حوالي بالظبط كده 350 الف مريض باستعمال حقن الانترفيرون. كان تكلفة العلاج في ذلك الوقت بتوصل ل 17 ألف جنيه مصري، معاناة شديدة للمريض، معاناة شديدة للطبيب، وعبء شديد على الخزانة الدولة المصرية الفترة دي، وكانت بتحمل كثير من المضاعفات، وكان كمية الأدوية المتاحة قليل، ونسب الشفاء ما بين 40 و50%. مع ظهور الأدوية الحديثة اللي بتؤخذ عن طريق الفم في سنة 2013 و2014 بدأت نقلة نوعية في علاج فيروس سي. النقلة ونجحت الدولة المصرية في إدخال الأدوية الحديثة سنة في نهاية 2014 بمجهودات كبيرة تمت في ذلك الوقت، وقدرنا نحصل على الدواء بسعر 1% من التكلفة العالمية. لكن النقلة النوعية اللي حصلت كانت في 2015 لما كان في تكليف من سيادة رئيس الجمهورية بعلاج 1 مليون شخص باعتبار فيروس سي هو المشكلة رقم واحد على رأس أولويات وزارة الصحة والدولة المصرية. 1 مليون واحد سنويا تعالج ولا مليون سنويا؟ واحد سنويا، ده كان الحلم المصري ان احنا نعمل كده. الواقع قال ايه؟ الواقع احنا كنا في سباق مع الزمن. في 2015 كنا لا نزال نعتمد على الأدوية المستوردة من الخارج. كنت رحمة كمية الدواء اللي هو هيجي لك وتوفير العملة الصعبة لاستيراد هذا الدواء. في الفترة في ما بين نهاية 2014 ل 2015 عالجنا حوالي 85 ألف مريض فقط لا غير. عندما بدأ التوجيه الرئاسي بالاعتماد على تسخير كل الجهود والاعتماد على البدائل المصرية، معالي وزير الصحة خد قرار شجاع بإدخال البديل المثيل المصري ذو الكفاءة العالية، واللي بدأ فعليا استعملناه في نهاية 2015. وتقدر حضرتك تقول النقلة النوعية بدأت من يناير 2016، كنا في سباق مع الزمن لحد نهاية يوليو 2016، يعني حوالي 7 شهور أنجزنا فيها ما يقرب من 700 ألف مريض اتعالجوا بأدوية مصرية منتجة محلية ذات كفاءة عالية. حتى تاريخه النهارده كم عدد المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي وكم عدد الذين تم علاجهم؟ خلينا نرجع لورا شويه. الاحصائيات اللي زمان كانت بتتقال وكان بتقول ارقام مخيفه ان نسب فيروس سي في مصر 24% و15% والكلام دي كانت بتعتمد على بعض الابحاث التي تجرى على عدد قليل من المرضى. اللي اقدر ارتكن عليه بصوره علميه الاحصاء اللي تم سنه 2015 كانت الشريحه اللي اتاخدت 26000 مواطن مصري موزع على جميع محافظات مصر، ممثلة تمثيل إحصائي سليم، الذكور والإناث الصغيرين والكبار وكل فئات المجتمع من 0 لحد 59 سنة. أثبتت أن نسبة فيروس سي في مصر في هذا الوقت بقى الأجسام المضادة الأهم منها الفيروس فعلي 4.4%. يعني بدل ما أقول كان عندنا 12 مليون مريض بفيروس سي، لا احنا بنتكلم ما بين 5 مليون و6 مليون مريض. عالجتوا منهم كام لحد دلوقتي؟ دلوقتي الدولة المصرية فعليا إذا خدنا ما عولج على نفقة الدولة وما يتعالج في القطاع الخاص احنا تخطينا 1.5 مليون، ولو خدنا إحصائيات القطاع الخاص هنقترب من رقم 2 مليون مصري. طب الباقيين؟ يعني الباقيين دي بقى المرحلة الخطوة العملاقة اللي مصر بدأت برضك وسبقت العالم كلها فيها، ان تبدأ مرحلة المسح القومي الشامل على مستوى مصر.
هي المشكله في ايه؟ ان فيروس سي له خصوصيه، ان في بدايه المريض لما بيصاب بفيروس سي ما بيكونش عنده اعراض، وممكن يقعد المريض عنده فيروس سي لمده 10 او 15 سنه. عندما تبدا تظهر الاعراض يكون المرض تمكن من كبد المريض ووصل لمرحله التليف. مهمه وزاره الصحه والدوله المصريه الان الوصول الى ما يقرب من 3 مليون مصري يحملوا الفيروس ولا توجد لهم اي اعراض خالص عنهم. لازم يبداوا يعرفوا. فدي الخطوه العملاقه اللي مصر بداتها وسبقت العالم كله بالارقام اللي اتعملت، وهقول لحضرتك الرقم اللي احنا وصلنا له قد ايه دلوقتي في المسح القومي عشان نكتشف الاشخاص اللي هم مش عارفين انه عندهم فيروس سي.